دي محمد شاقوري العروسي فنان تشكيلي مغربي قاطن بالديار الهولندية. في صغره نشأ في وسط فني كتسود فيه الموسيقى، الشعر، الرسم إلى غير ذلك. تميز سي محمد بمزجه للهندسة الميكانيكية، التجميل والفن التشكيلي. تزاد الفنان بمدينة طنجة وكبر في أحضانها. جالي الديار الهولندية كسائح لزيارة بعض الأصدقاء واستقر فيها. اشتغل كمهندس ومصمم صناعي، وفي خلال الأزمة الاقتصادية اللي ضربت أوروبا غير سي محمد مساره وتخصص في ميدان التجميل. هاد الحرفة قادته للفن التشكيلي وبدع فيها. طاقم اميغو 24 تلقى بسي محمد شاقوري العروسي في مدينة أرنيم الهولندية. أنا شاقوري العروسي محمد من مدينة طنجة المغرب، فنان تشكيلي، مهندس ميكانيكي ورجل التجميل، أخصائي في التجميل في البشرة. هاجرت المغرب في 73 عام 1973 فقط من أجل السياحة لزيارة أصدقائي الهولنديين. المدرسة ديالي هي أنا ما تبعش شي مدرسة معينة، أنا بنفسي كنقول أنا بنفسي باغي نكون مدرسة. علاش؟ حيت أي لوحة غادي تلاحظ باللي ما عنديش أنا واحد النمط، أنا عندي كل خيال أو لا كل موضوع كنرسمه بالطريقة الواقعية ديالو. اخترت أنا ما نتبعش شي نمط معين، حيت انا من التجربه ديالي في الحياه كنقول لولادي، كنقول لهم عمركم ما تخطروا، اذا اخترتوا وحده كتضيعوا 99 حاجه. كنختار اللي عقلي واللي خيالي، عندي الحريه المطلقه باش نعيش كفنان، وحرام على الفنان تربط له يده ولا تربط له عقله بشي اشكال من الاشكال ديال الايديولوجيات. هذه انا ما كنتفقش معها. انا كنت محب في الثقافه بزاف، كنت كنزور لي ميوزي يعني المتاحف الهولنديه، وكان اهتمامي كبير بالفن التشكيلي. واحد الخطرة جبرت الفن التشكيلي يعني بالرسومات ديالو ماشي بعيد عليا جدا، خصني غير واحد الزعامة تكون. وجربت واحد الخطرة، جربت كنظن تقريبا هذه واحد 38 عام كنظن، الا تذكرت اللوحة الأولى اللي كنت عملتها ونجحت فيها. هذاك الأسباب ديالي باش دخلت أنا الفن التشكيلي، ومع المغامرات ديال الخيال وديال محب في الساينس فيكشن، محب في ألف ليلة وليلة، محب في أديزان، محب في عنتريات يعني الخيال، وصلت لهاد الدرجة ديال الفنون التشكيلية. وكنت كنتصرف مع الألوان وكندرس الألوان وكنعمل علاقات مع الفنانين الهولنديين، وكاين عدد ديال السيدات والسادات اللي هما ساعدوني باش نجبر المذاق الأصيل ديال الفن التشكيلي. جميع اللوحات ديالي كينطلقوا من واحد الاسلوب عاطفي. انا بعدا واضح في التشكيلات ديالي كلها عاطفي، اما غادي يكون من عاطفه تاريخيه، عاطفه سياسيه، عاطفه حب. وانا كمهتم بالعاطفه ديال عاطفه التعامليه والتواصليه، وهي مبنيه على الحب والسلام، الاساس الحياه. وكيعجبني نتحدى ديك الطابوهات، كيعجبني الحقيقه ديال قلبي، الحقيقه اللي باغي نقولها خصني نرسمها، حيت الرسم هو الوحيد اللي كان يجعلني نوضح حقيقتي، نوضح الحقيقه اللي باغي نقولها. احيانا ما كيمكنليش نجبر اللون اللي واتي لي، الالوان اللي واتي لي، او الخط اللي غادي يواتي لي الفكر، ومع ذلك نحاول ما امكن لي نوضح الامر، ونوضح العفويه اللي عندي في الداخل
في الداخل ديالي، ولكن دائما كنبقى منطلق من عاطفه الحب وما اثر الحب على المستوى. حقيقه كنستعمل جميع التقنيات، حتى ولا جبرت القب ديال النفايا وجبرت نفتش فين جبر فيه شي حاجه وشي وسيله باش نسهل 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 الماموره. بحيث مثلا غادي نقوم بشي حركات اكروباتيه مثلا في خيالي، ممكن نستعمل اي وسيله، سواء في الطبيعه النبات ولا كنجبر مواد جماد، ولا احيانا كنستعمل الجسم الانسان كذلك، كنستعمل الفوتوغرافي، كنستعمل جميع الوسائل اللي كنسهل بها حيت انا التقني الاصل ديالي التقنيات، العقل التقني لابد ما يكون حيت به كتنجز اي حاجه بغيتيها، خصك تكون تقني، خصك تكون كتفهم. يعني انت فنان وما كتعرفش تدق خصك اللوحه ديالك تعلقها في الحيط، خصك تدق مسمار، وإلا ما كنتش تقني وكتعرف تدق المسمار اضرب يدك اضرب ديك ام كيحرقك، خصك تكون تقني. الفنانين موجودين، كاين الفنانين موجودين، يعني كنسميهم انا التوب، ولكن ما غنرجع للعموم كنجبر نفس المشكله اللي كاينه هنا، نفس المشكله اللي كاينه في المغرب كاينه هنايا، حيت اغلبيه الساحقه ديال الجمهور المغربي اللي عايش هنايا في اوروبا ما مهتمش بالفن اكثر ما هو مهتم بالامور الاخرى الشخصيه ديالو. والفن هو دين، دين وسلام، فن عظيم جدا، فن محبه، فن خيال، فن طمانينه، فن جنه، الفن جنه. يعني كتعيش واحد والفنانين كلهم عندهم واحد الرابطه بيناتهم، رابطه سلام، واحد الرابطه حب يعني عميقه جدا. للاسف ما كاينش حتى برامج تلفزيونيه ولا برامج ولا كلام على الثقافي اللي كي يمكن يساعد ولا يساند ولا يحرك شويه العواطف ديال الجمهور باش يحب الفن. نقوم بواحد الجوله في المغرب كله كيسميوها عندهم في المغرب لي بادلان، يعني نوصل الفن التشكيلي، نوصلوا للقرى والمدن الصغيره باش الناس تجي باش انا نوصل الفن لهم، حيت هما ما عندهمش الكفاءه وما عندهمش القدره باش يجيو يزور من المتاحف الى اخره. وقلت انا نمشي بنفسي، يعني واحد الكرفان ونعمل فيها لاتولي وورشه ونمشي نسافر للبلدان. هذا هو المستقبل ان شاء الله، هذاك هي اللي عندي دابا في دهني خاصني نحققها، يعني نوصل الفن التشكيلي، نوصل للدوار، للقرى، للمدن الصغيره، يعني قرب الفن التشكيلي، قربوا للناس باش يعرفوا، وخاصه الشباب خصهم يعرفوا. الشيء الوحيد اللي كيهمني انا كمهاجر مغربي منذ 50 سنة، واللي كنتمناه ان الجاليه المغربيه شويه يعملوا يد في يد ويتحدوا مع بعضيتهم ويتبحيدوا على الانانيه ويتحملوا المسؤوليه ديال ولادهم. يعني كنحنا كنحملوا المسؤوليه نضموا في واحد الاتحاد، في واحد المؤسسه ولا تنظيمات باش يمكن لكم الكلمه ديالكم توحد، باش يمكن لكم تحققوا وتندمجوا في المجتمع. دابا يعني وصل القضيه شويه صعبه جدا، محتاجش ندخل، انا ماشي سياسي، محتاجش ندخل في السياسه، وانما انا كنبقى دائما ثقافي، حيت ثقافتنا الحميده هي ثقافه الثقافه المغربيه في ظل جلاله الملك محمد السادس، الله وشعارنا الخالد، الله الوطن الملك. نكون وردة.
يوم الربع. كنحب الالوان كلها، ما قدرش نبدل هذا بهذا، ولكن غادي نقول لك اعطيني الابيض المغرب. انا طنجاوي ولكن نفضل شفشاون. هادي شويش عندي مع المشكل، ولكن غادي نقول لك القران. ريشارد برونسون. اعطيني حريتي، اطلق يدي، انني اعطيت ما استبقيت شيئا. ام كلثوم. العود. البصارة. غولف. الاعياد كنبغي يكون العيد الصغير، حيت العيد الصغير كيفرحوا فيه العواول، حيت ديك الصدقه، ولكن عجبني يكون العيد الصغير.